ايضا ما تصلنا من انباء. عموما كره ملعوبه ممتازه فتح اللعب للناحيه اليسرى محمد فوزي عبد الغني اندوبا يسجل هدف اول في الدقيقه السادسه للاتحاد. اخيرا اندوبا يسجل بعد سلسله من الكرات والتسللات، ولكن يسوق معاي وبيمشي، والفرحة الغريبة العجيبة عن طريق أندوما، لكنها فرحة جميلة بمشاركة الجميع. هدف أول للعبيد، هدف أول للاتحاد يأتي في الدقيقة السادسة من زمن شوط المباراة الأول، وفابريس أندوما يسجل للاتحاد في شوط المباراة الثاني. بعد كرة، بعد تمريرة ممتازة، شوفوا من فين تمريرة رائعة تبدو من محمد أبو سبعان، حنتأكد، لمحمد فوزي عبد الغني اللي عكسها ممتازة إلى أندوما. أندوما هو يعني هو عمل حاجة، هو هي صدمت في رجله ولا هو حطها؟ عموما هي هدف للاتحاد. فابريس أندوما لا والله حطها صح. ليش؟ احنا مش ضد أي لاعب ولا مع أي لاعب، احنا مع من يلعب.